بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس السادس. قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قوله سبحانه: توكل على الحي الذي لا يموت. قوله: وهو الحكيم الخبير. قوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها. قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أهله وأصحابه أجمعين. وهذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على أسماء الله وصفاته التي أنزلها في كتابه الكريم. قال: وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو بكل شيء عليم. هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا التفسير لهذه الألفاظ الكريمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها بذلك: الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى تفسير غيره. ففسر هذه الألفاظ الأربعة لهذه الآية الكريمة بهذا التفسير المختصر. الاسمان الأولان الأول والآخر اسمان لأوليته وأبديته سبحانه وتعالى، والاسمان الآخران الظاهر والباطن اسمان لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى، متقابلات. هذه أسماء متقابلة. اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى. الأول الذي ليس قبله شيء معناه أنه سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء. وفي الحديث: كان الله ولا شيء معه. فليس هناك شيء قبله سبحانه وتعالى، هذا معنى الأول. والأول من أسمائه سبحانه وتعالى، والآخر الذي ليس بعده شيء. فلا يبقى أحد بعد الله سبحانه وتعالى فآخريته مطلقة لا نهاية لها،
أما المخلوق فإنه مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم، والمخلوق مسبوق بمخلوقات وهكذا. أما المخلوق إلا هو مسبوق، مسبوق بمخلوقات أو مسبوق بالعدم، لم يكن شيئا في المكان. وأما بقاؤه في الآخرة فليس من ذاته، وإنما هو بإبقاء الله، بإبقاء الله له. وإلا فأهل الجنة يبقون أبد الآباد، وأهل النار يبقون أبد الآباد، لكن هذا البقاء ليس هو من ذواتهم، وإنما هو من إبقاء الله لهم سبحانه وتعالى، والذي حكم وقدر إبقاءهم، وإنما هو من إبقاء الله لهم سبحانه وتعالى، والذي حكم وقدر إبقاءهم. أما هو سبحانه وتعالى فإنه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، هذا خاص به سبحانه وتعالى، فأحاط بالزمان كما أحاط بالمكان، فهو الظاهر وهو الباطن. الظاهر فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء، العلي الأعلى فوق عرشه وفوق سماواته، وكل الخلائق فإنها تحته سبحانه وتعالى، فهو الظاهر فوقها، وهو القاهر فوق عباده. هذا فيه إثبات العلو له سبحانه وتعالى، وأنه في جهة العلو، كما أثبت ذلك لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتته الفطر. فما من مخلوق، حتى الدواب، وحتى ما من مخلوق إلا ويجد في نفسه، يجد في نفسه نظرا إلى الأعلى إذا دعا ربه سبحانه وتعالى بالفطرة. كل يمد يديه إلى السماء بفطرته، ولو لم يدرس هذا ويعلم هذا تجده يتجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى جهة العلو، ويمد يديه إلى السماء، بل ولو لم يمد يديه قلبه يتجه إلى العلو إذا دعا ربه سبحانه وتعالى. هذه فطرة فطر الله العباد عليها. هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر كما سمعتم الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجب بصره سبحانه وعلمه شيء من الحواجب. فهو ما علمه فوق خلقه فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فلا يتصور أحد أنه مع علوه، أنه إذا كان عاليا على خلقه أنه يكون بعيدا عنهم، لا يراهم ولا يسمعهم ولا يعلم ما يصدر منهم، بل إنه سبحانه وتعالى محيط به، يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. فهو سبحانه وتعالى في العلو، وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا معنى ليس دونه شيء، أي لا يحجب علمه وبصره وإحاطته شيء من خلقه، أو يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. هذا معنى الباطل. فلا يتنافى علوه مع قربه من خلقه سبحانه وتعالى،
كما لا يتنافى أوليته سبحانه وتعالى مع آخريته. هما متفقان، محيط بالزمان أوله وآخره، ومحيط بالمكان أعلاه وأسفله، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته. ثم ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، دق علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا سر ولا جهر ولا ظاهر ولا خفي، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، هو بكل شيء عليم، بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بخلاف الخلق فإن ما يخفى عليهم أكثر بكثير مما يعلمون، أما الله جل وعلا فلا يخفى عليه شيء وهو بكل شيء عليم. ثم قال، قال الشيخ رحمه الله: وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه بالتوكل عليه، والتوكل معناه تفويض الأمور إليه، فوض أمورك إليه سبحانه وتعالى واعتمد عليه في قضائها وفي إصلاحها وفي كل ما تحتاج إليه، اجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى في كل شؤونك، لا تلتفت إلى غير الله، فوض أمورك إليه واعتمد عليه في جميع الأمور، العسر واليسر والشدة والرخاء والخفي والجلي وفي كل شيء اعتمد على الله عز وجل. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، بل هو شرط الإيمان، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهو الذي توكل الأمور إليه سبحانه وتعالى، ولا ينافي التوكل على الله، لا ينافي الأخذ بالأسباب التي جعل الله جعلها الله أسبابا نافعة، فنحن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الذي يترك الأسباب ويزعم أنه متوكلا على الله فهذا كذاب، لا بد من الأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا، وأما حصول النتائج وحصول المطلوب فإنه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعتمد الإنسان على الأسباب، الإنسان يتخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله، إن شاء رتب عليها نتائجها وإن شاء لم يرتب عليها نتائجها، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الاعتماد على الأسباب لا يجوز، الاعتماد على الأسباب شرك، كون الإنسان يعتمد على الأسباب ويظن أن الأسباب هي التي توجد له المطلوب هذا شرك بالله عز وجل، كما قال أهل العلم: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، قدح في الشرع ونقص في العقل، فلا يفهم أحد أن معنى التوكل على الله أن الناس يتركون الأسباب ويزعمون أنهم متوكلون على الله، هذا عجز، ترك الأسباب هذا عجز، يعني كون الإنسان يجلس ولا يطلب الرزق ويقول: إن كان الله يقدر لي شيء جاءني، هذا عجز، عجاز هذا، لكن لو طلع
من بيته وطلب الرزق وبذل الأسباب، يكون هذا من العقل، لكن لا يظن أن الأسباب هي اللي تجلب له الرزق، إنما هي أسباب إن شاء الله رتب عليها مقصودها وإلا لم يرتب. أما قوله يترك الأسباب فهذا لا يحصل له شيء، لو جلس في بيته وترك طلب الرزق أو ترك الزواج وقال إن كان الله مقدر لي ذرية حصلت بدون زواج، أو ترك الأكل والشرب وقال إن كان الله مقدر لي حياة أنا حيا بدون أكل وشرب، هذا ليس بعاقل. ترك الأسباب وتعطيل الأسباب هذا عجز وقدح في الشرع، قدح في الشرع لأن الله أمر باتخاذ الأسباب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله أن يطلبون الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق توكلا على الله كان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدروع عند القتال في سبيل الله والجهاد، يلبس الدروع ويلبس المغفر عليه الصلاة والسلام، هذه أسباب، أسباب وقاية، مع أنه مؤمن بالله ويتوكل على الله لكن يأخذ بالأسباب النافعة. ويقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. لاحظ أن الطير ما تجلس في أوتارها، تغدو بطلب الرزق، تغدو في طلب الرزق بالفطرة، فطرها الله على ذلك لأنها تعلم أنها لو بقيت في أوتارها هلكت، فهي تخرج من أوتارها مبكرة، الغدو تغدو تطلب الرزق، وتروح يعني ترجع آخر النهار بطانا يعني شبع، لأنها بذلت الأسباب في طلب الرزق، فالله رزقها سبحانه وتعالى. فطلب الرزق وبذل الأسباب النافعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أمر باتخاذ الأسباب. وتوكل على الحي، الحي هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة من صفاته سبحانه وتعالى، والحي من أسماء الذي لا يموت، حياته سبحانه وتعالى لا يعتريها موت بخلاف المخلوقات الحية فإن حياتها يعتريها موت، هي حياة حادثة بعد أن لم تكن ويعتريها موت، فهي حياة ناقصة. أما حياة الله جل وعلا فإنها حياة كاملة لا يعتريها موت. وقال على الحي الذي لا يموت، لأن التوكل على الذي يموت، على الحي الذي يموت من الناس توكل ناقص، إذا مات الوكيل انقطعت الوكالة وضاعت إن لم تنقل إلى غيره. أما التوكل على الله فإنه يستمر، لأن الله جل وعلا حي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، هذا فرق بينه وبين حياة غيره سبحانه وتعالى. فالتوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل بمعنى أنك تنوب واحد فيما يقدر عليه، تنوب واحد فيما يقدر عليه، يخاصم عنك ولا يشتري لك حاجة، يشتري لك سلعة ولا يعمر لك بيت،
هذا يسمى وكالة، يسمى وكالة وهي جائزة، الوكالة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل، وكل من يشتري له أضحية، كان يوكل صلى الله عليه وسلم نوابه ويرسل رسله، هذا توكيل، هجير التوكيل، توكيل المخلوق، يعني إنابته فيما يقدر عليه، هذا أمر جائز. وباب الوكالة معروف في كتب الفقه، في كتب الحديث، باب الوكالة، وهذا لا يتنافى مع التوحيد. أما الذي يتوكل على غير الله هذا هو الذي يوكل بالتوحيد، التوكل لا يكون إلا على الله، ولهذا قال وعلى الله فتوكل، على الله قدم المعمول، قدم المعمول بوجود الحصر، أي لا تتوكلوا على غيره، لأن التوكل معناه الاعتماد في حصول المطلوب، الاعتماد في حصول المطلوب، وهذا لا يكون إلا على الله. أما التوكيل فهو بذل سبب فقط، بذل سبب، فالوكيل إنما هو سبب، والوكالة إنما هي سبب. أما حصول المطلوب فإنه لا يملكه الموكل ولا الوكيل، وإنما الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الوكالة والتوكيل والتوكل، فرق بين، أو تقول فرق بين التوكل والتوكيل. التوكل لا يكون إلا على الله، أما التوكيل فيجوز في حق المخلوق فيما يقدر عليه، لكن لا تعتمد على الوكيل في حصول المطلوب، وإنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى. فقد توكل أحدق الناس وأعرف الناس في تحصيل شيء لك ولا يقدر على تحصيله، لأن الله لم يقدره. فحصول الموكل فيه هذا إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل والوكيل فهذا إنما هو سبب من الأسباب، فلا تعتمد عليه في حصول المطلوب. نعم، الآية التي بعدها، وهو الحكيم الخبير. نعم، وهو الحكيم الخبير، هذا من أسماء، هذان من أسمائه سبحانه وتعالى، الحكيم والخبير من أسمائه سبحانه وتعالى. والحكيم له معنيان، الحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم، حكيم معناه الحاكم الذي يحكم بين عباده، فهو يحكم بين عباده بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي، أنواع الحكم ثلاثة، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي يوم القيامة، وكلها مختصة بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه بشرعه وما أنزله على رسوله، فلا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكمه الجزائي يوم القيامة يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويحكم على الناس بأعمالهم، يحكم بين الناس بأن يجعل المؤمنين من أهل الجنة ويجعل الكفار من أهل النار، هذا حكمه الجزائي سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا المعنى الأول، الحكيم بمعنى الحاكم، الحاكم المطلق الذي له الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. المعنى الثاني
الحكيم ذو الحكمة، ذو الحكمة وهي إتقان الأشياء ووضعها في مواضعها. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فكل أفعاله وأقداره سبحانه وتعالى وتدبيراته كلها مبنية على الحكمة، ليس فيها عبث، ليس فيها عبث وليس فيها خطأ، بل كلها حق وكلها صواب. فهو سبحانه وتعالى أحكم الأشياء أي أتقنها، ووضع كل شيء في موضعه اللائق به. إذن الحكيم له معنيان، الحاكم والمحكم للأشياء، المتقن لها الذي يضع الأمور في مواضعها، لم يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى. الخبير هذا الاسم الثاني، الخبير هو الذي يعلم دقائق الأشياء وخفاياها، له خبرة تامة في دقائق الأشياء ونتائجها، هذا الخبير. ولهذا يقول جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، يخبر الأشياء، يخبر الأشياء كلها، لا يخفى عليه شيء منها، وما تؤول إليه وما ينتج عنها، هذا معنى الخبير. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، يلج يعني يدخل في الأرض من الأموات والبذور، بذور النباتات والمعادن التي في جوف الأرض، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، كل ما دخل في الأرض فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يبعث الموتى في القبور، ويعلم أمكنتهم ومستقرهم ومستودعهم، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ويعلم ما فيها من كنوز ومعادن أوجدها فيها سبحانه وتعالى، ويهدي إليها من يشاء من عباده، ويكفيها على من شاء من عباده. هذه الكنوز التي في الأرض الله جل وعلا يهدي إليها من يشاء، فيستخرجها وينتفع بها، ويحجبها عمن يشاء وهو يمشي فوقها، وهي قريبة منه ولا يدري عنها، لأن الله لم يقدر له أنه ينتفع بها، وإنما خلقها لغيره، خلقها لغيره. وإن لو كان الناس يعلمون ما في الأرض كان الأولون أخذوا كل ما في الأرض وبقينا نحن ما لنا شيء. لو كان الخلق يعلمون ما في الأرض كله لكان الجيل الأول أخذ كل ما في الأرض، والذي يأتي بعده ما يجدون شيء. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه وزع هذه الأرزاق بين عباده، وجعل لكل جيل ما قدره لهم مما يستخرجونه من هذه الكنوز وهذه المعادن، هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولا تظنون أن الناس الآن أحاطوا بما في الأرض، الأرض فيها شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله خلقها لعباده من أولهم إلى آخر واحد في الدنيا،
كلهم يعيشون مما أودعه لهم في هذه الأرض، وتخرج في أوقات قدرها الله سبحانه وتعالى، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض من النبات وما يخرج منها من المعادن وما يخرج منها من سائر الأشياء التي تكتشف وتظهر، كل ذلك بعلمه وتقديره. ما أحد يستخرج شيء من هذه الأرض إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وتوقيته، وقته بهذا الوقت المحدود، ولا يستخرج إلا إذا جاء وقت استخراجه الذي قدره الله سبحانه وتعالى، هذا بعلم الله جل وعلا. ويعطي العباد من المواهب ومن القدرات ما يتفاوتون به حسب مصالحهم في كل زمان وفي كل مكان، كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء من الوحي على الرسل، وما ينزل من السماء من المطر، وما ينزل من السماء من العذاب، وما ينزل من السماء من الرحمة، كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره. وما يعرج فيها يصعد، يعني معنى يعرج يصعد، يصعد إلى السماء، ما يصعد إلى السماء من الملائكة ومن الدعوات ومن الأعمال الصالحة، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. كم يصعد إلى السماء من دعوات الداعين ومن الأعمال الصالحة، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى. كل يدعو في أي مكان ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى، كل يعمل من الأعمال الصالحة وترتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، تصعد إليه الملائكة الكرام الحفظة الموكلين بأعمال العباد صباحا ومساء دائما وأبدا، وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، هذا سيأتي تفسيره إن شاء الله في المعية. ففي هذه الآية إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من النازل والصاعد، كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إحاطة علمه سبحانه وتعالى. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه أيضا من آيات العلم الإلهي. عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب، خزائن الغيب لا يعلمها. والغيب معناه ما غاب عن الناس، الغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه، هذا الغيب. والشهادة ما يشاهده الناس ويرونه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي إحاطة علمه سبحانه وتعالى. نعم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه أيضا من آيات العلم الإلهي. عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب، خزائن الغيب لا يعلمها
والغيب معناه ما غاب عن الناس، الغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه، هذا الغيب. والشهادة ما يشاهده الناس ويرونه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يشاهد بالأبصار وما يغيب عن الناس، هذا بعلمه سبحانه وتعالى. مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا حصر، لا يعلم مفاتيح الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه مشرك كاذب، وهو من أنواع الطواغيت الخمسة، من أنواع الطواغيت الخمسة الكبار من ادعى علم الغيب. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أطلعه الله على شيء منه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا أن ارتضى من رسول، قد يطلع الله رسله على شيء من الغيب من باب المعجزة، باب المعجزة ومن باب المصالح للعباد. الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا الغيب من أنفسهم، وإنما بتعليم الله لهم وإطلاعه إياهم له عليه للإعجاز والدلالة على صدقهم ولمصالح البشر. وإلا فالغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه كافر مشرك بالله عز وجل، كالكهان والسحرة والمنجمين وسائر من يدعون علم الغيب ويدعون معرفة الغائب، الشيء الغائب ومعرفة المستقبل وما يجري فيه، كل هذا كفر بالله عز وجل، لأنه مشاركة لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وجاء تفسير مفاتيح الغيب لأنها الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة، هذا واحد، وينزل الغيث، هذا الثاني، ويعلم ما في الأرحام، هذا الثالث، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا الخامس. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عنده علم الساعة، فلا أحد يدري متى تقوم الساعة، لا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام، سأل محمدا صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها يعلم من السائل، يعني لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلمان ذلك، فغيرهما من باب أولى، ولا أحد يدري متى تقوم الساعة. وليس للعباد مصلحة لمعرفة متى تقوم الساعة، إنما مصلحتهم أن يخبروا بأنها ستقوم وأنها لا بد منها، من أجل أن يعملوا صالحا ويستعدوا له. أما معرفة توقيت قيام الساعة فهذا ليس لهم فيه مصلحة، بل ربما لو أخبروا به لكان مضرة عليهم، ولذلك حجبه الله سبحانه وتعالى عنهم. ولهذا حاول المشركون أن يسألوا متى تقوم الساعة، متى يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت لذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. الواجب أننا نخشى الساعة ونعمل لها ونستعد لها، أما أننا نسأل متى تكون هذا ليس من شأننا ولا من صالحنا، ولو كان لنا فيه مصلحة لبينه الله سبحانه وتعالى لنا. فلا يدري متى تكون الساعة إلا الله. فهؤلاء الذين يعبثون ويكتبون أحيانا لأن عمر الدنيا كذا وكذا وأن قيام الساعة يكون كذا وكذا، هذا كله من التدجيل ومن العبث الذي لا يجوز، العبث الذي لا يجوز. فلا أحد يعرف عمر الدنيا ولا أحد يعرف متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة والرسل ما عرفوا هذا، فكيف يأتي واحد يتقفل ويدعي أنه يعرف متى تقوم الساعة بناء على حسابات أو على أشياء توهمها؟ وينزل الغيث، ينزل الغيث، لا أحد يدري متى ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يظن الناس شيئا وأن الغيث سينزل في وقت كذا أو في، ولا ينزل الغيث، فالذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا ويعلم متى ينزل وينزله على من يشاء ويمنعه عمن يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. تمطر هذه الأرض وبجوارها أرض أخرى لا ينزل عليها قطرة، تمطر هذه البلد وبجوارها بلد آخر لا ينزل عليها ولا قطرة، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والذي يصرفه السحاب المسخر، الله سخر السحاب يمطر على من يشاء ويمتنع عمن يشاء. تمر السحاب محملة بالماء، بحور من الماء تمر على أرض قاحلة ولا ينقط عليها ولا نقطة، تروح الأرض الأخرى وتمطر عليها. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمسكها عن مكان وأرسلها على مكان، دل على أن السحاب مسخر ومدبر ومسير بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان كل ما تمر عليه السحابة كله يسيل ويمطر، لو كان الأمر أنه مجرد طبيعة أو صدفة كما يقول. البلد سنة مجدبة ليس فيها شيء وسنة مقصبة خضراء، من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يقولون مناخها مناخ أمطار ومناخ، أنتم تسمعون الجفاف الآن يجري في بلاد كانت مقصبة مشهورة بالخصب والنباتات يشكون الآن مما يسمونه الجفاف. الجفاف معناه الجد والقهر، امتناع المطر. فمن الذي تجد الصحراء القاحلة مثل الدهنة أو بلاد بعيدة تجدها تروى بالماء ويهتز فيها النبات؟ هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا ينزل الغيث. فالذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا ويعلم متى ينزل وينزله على من يشاء ويمنعه عمن يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. تمطر هذه الأرض وبجوارها أرض أخرى لا ينزل عليها قطرة، تمطر هذه البلد وبجوارها بلد آخر لا ينزل عليها ولا قطرة، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والذي يصرفه السحاب المسخر، الله سخر السحاب يمطر على من يشاء ويمتنع عمن. تمر السحاب محملة بالماء، بحور من الماء تمر على أرض قاحلة ولا ينقط عليها ولا نقطة، تروح الأرض الأخرى وتمطر عليها. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمسكها عن مكان وأرسلها على مكان، دل على أن السحاب مسخر ومدبر ومسير بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان كل ما تمر عليه السحابة كله يسيل ويمطر،
لو كان الأمر أنه مجرد قبيعة أو صدفة كما يقول. البلد سنة مجدبة ليس فيها شيء وسنة مخصبة خضراء، من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يقولون مناخها مناخ أمطار ومناخ، أنتم تسمعون الجفاف الآن يجري في بلاد كانت مخصبة ومشهورة بالخصب والنباتات، يشكون الآن مما يسمونه الجفاف. الجفاف معناه الجد والقهر، امتناع المطر. فمن الذي تجد الصحراء القاحلة مثل الدهنة أو بلاد بعيدة تجدها تروى بالماء ويهتز فيها النبات؟ هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. هو الذي يرسل السحاب، وهو الذي يسيره ويسوقه وينزله في وقت يعلمه سبحانه وتعالى، وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قد يكون الناس يأسين من المطر، خلاص يقول ما في مطر، السنة ما في شيء، الأرصاد الجوية تقول كذا وكذا، الخبراء يقولون كذا وكذا، ثم يأتي المطر بغزارة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذا من العجائب، عجائب قدرته جل وعلا. وينزل الغيث، لا أحد ينزل الغيث غيره سبحانه. ثم أيضا تجد السماء من الماء، هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى، تقدير دقيق لا يتغير أبدا. تجدها تنزل بغزارة بين لحظة إذا هي قد أمسكت، ولا ينزل ولا قطرة واحدة. هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الأجنة تخلق في الأرحام، أرحام الإناث من الآدميات وغيرهم من البهائم وغيرهم، ما فيه اتصال خارجي أبدا في الظاهر لنا، ما فيه اتصال خارجي، رحم مغلق، رحم مغلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الجنين، يخلقكم في بطون أمهات، هذا تكتم وتحكم عليه. لا، لا ناخذ واحد منكم الآن ونلفه بشيء ولا ندخل بشيء محكم، مات، لكن الجنين يعيش في أحسن حالة في هذا المكان الذي انقطع تدبير العالم كله عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان دخل في بطن أمه بعد ما ولد مات، لو رد الإنسان إلى بطن أمه بعد ما ولد يموت ينخلق، لكن يوم كان جميل وهو حي من أحسن شيء. هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا من عجائب قدرته سبحانه، ويعلم ما في الأرحام، يعلم متى يخلق هذا الجنين وكم يمكث في بطن أمه ومتى يخرج، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم مدة بقائه في رحم أمه ويعلم وقت خروجه، قدر الله خروجه في وقت كذا وكذا، ولا يتأخر عن تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يسبق تقدير الله، ما يخرج قبل أن يؤذن له بالخروج. هذا تقدير من حكيم حميد. هل الأجنة سواء في الخروج؟ لا، الأجنة ما هي سواء في الخروج، منهم من يخرج 6 أشهر، ومنهم من يخرج 9 أشهر، ومنهم من يخرج بعد 4 سنين، بعد 3 سنين، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يخرج حيا، ومنهم من يخرج ميتا، كل هذا بتقدير، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيكون لهذا الجنين، كل هذا بتقدير، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيكون لهذا الجنين من بقاء في بطن أمه، ما يكون له من حياة أو موت، من كمال خلقة أو نقص خلقة، من عقل أو غير أو يكون غير عاقل، من شقاوة أو سعادة، من غنى أو فقر، من كفر أو إيمان، يعلم تفاصيل ذلك سبحانه وتعالى لهذا الجنين، ولا ينزل غيث. فالذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا، ويعلم متى ينزل
وينزله على من يشاء ويمنعه عمن يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. تمطر هذه الأرض وبجوارها أرض أخرى لا ينزل عليها قطر، تمطر هذه البلد وبجوارها بلد آخر لا ينزل عليها ولا قطر. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، والذي يصرفه السحاب المسخر، الله سخر السحاب يمطر على من يشاء ويمتنع عن من يشاء. تمر السحابة محملة بالماء، بحور من الماء، تمر على أرض قاحلة ولا ينقط عليها ولا مقطر، تروح الأرض الأخرى وتمطر عليها. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمسكها عن مكان وأرسلها على مكان، دل على أن السحاب مسخر ومدبر ومسير بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان كل ما تمر عليه السحابة كله يسيل ويمطر، لو كان الأمر أنه مجرد طبيعة أو صدفة كما يقول. البلد سنة مجدبة ليس فيها شيء، وسنة مخصبة خضراء. من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يقولون المناخ مناخ أمطار ومناخ، أنتم تسمعون الجفاف الآن يجري في بلاد كانت مخصبة ومشهورة بالخصب والنباتات، يشكون الآن من مما يسمونه الجفاف. الجفاف معناه الجد والقحط، امتناع المطر. فمن الذي تجد الصحراء القاحلة مثل الدهنة أو بلاد بعيدة تجدها تروى بالماء ويهتز فيها النبات؟ هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرسل السحاب، وهو الذي يسيره ويسوقه وينزله في وقت يعلمه سبحانه وتعالى، وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قد يكون الناس يأسين من المطر، خلاص يقول ما في مطر السنة، ما في شيء، الأرصاد الجوية تقول كذا وكذا، كذا والخبراء يقولون كذا وكذا، ثم يأتي المطر بغزارة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا من العجائب، عجائب قدرته جل وعلا. وينزل الغيث، لا أحد ينزل الغيث غيره سبحانه. ثم أيضا تجد السماء من الماء، هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى، تقدير دقيق لا يتغير أبدا. تجدها تنزل بغزارة بين لحظة إذا هي قد أمسكت، ولا ينزل ولا قطرة واحدة. هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الأجنة تخلق في الأرحام، أرحام الإناث من الآدميات وغيرهن من البهائم وغيرهن، ما في اتصال خارجي أبدا في الظاهر لنا، ما في اتصال خارجي، رحم مغلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الجنين، يخلقكم في بطون أمهات تكتم تحكم عليه مات. لو ناخذ واحد منكم الآن نلفه بشيء ولا ندخله بشيء محكم مات، لكن الجنين يعيش في أحسن حالة في هذا المكان الذي انقطع تدبير العالم كله عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان دخل في بطن أمه بعد ما ولد مات، لو رد الإنسان إلى بطن أمه بعد ما ولد يموت ينخنق، لكن يوم كان جنين وهو حي من أحسن شيء. هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هذا من عجائب قدرته سبحانه. ويعلم ما في الأرحام، يعلم متى يخلق هذا الجنين وكم يمكث في بطن أمه ومتى يخرج، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم مدة بقائه في رحم أمه ويعلم وقت خروجه، قدر الله خروجه في وقت كذا وكذا، ولا يتأخر عن تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يسبق تقدير الله، ما يخرج قبل أن يؤذن له بالخروج. هذا تقدير من حكيم حميد. هل الأجنة سواء في الخروج؟ لا، الأجنة ما هي بسواء في الخروج، منهم من يخرج 6 أشهر، ومنهم من يخرج 9 أشهر، ومنهم من يخرج بعد 4 سنين، بعد 3 سنين، كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يخرج حيا، ومنهم من يخرج ميتا،
كل هذا بتقدير، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيكون لهذا الجنين من بقاء في بطن أمه، ما يكون له من حياة أو موت، من كمال خلقة أو نقص خلقة، من عقل أو غير أو يكون غير عاقل، من شقاوة أو سعادة، من غنى أو فقر، من كفر أو إيمان، يعلم تفاصيل ذلك سبحانه وتعالى لهذا الجنين. أما الناس فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وإن أدركوا الآن بالأشعة كما يقولون أنهم شاهوا الجنين في بطن أمه وعرفوا حتى أنه ذكر أو أنثى، لكن هل يعلمون بقية التفاصيل؟ هل يعلمون متى يخرج؟ هل يعلمون هو يحيى ولا يموت؟ هل يعلمون أنه يكون صالحاً أو فاجراً؟ هل يعلمون أنه يكون غنياً أو فقيراً؟ هل يعلمون كم يعمر على وجه الأرض؟ ما يعلمون من شأن هذا الجنين شيئاً أبداً، اللهم إلا أنهم أدركوا بالأشعة، والأشعة ما أدركوهم بعلمهم، إنما أدركوه بسبب الأشعة، يعني صار إدراكه بالأشعة كما لو ولد، كما لو خرج من بطن أمه، ما لهم في هذا فضل، هم ما علموا من ذات أنفسهم أو بدون آلة أو بدون أشعة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت الآن تدري مستبيل تعمل بكرة؟ ما تدري، تعمل خير تعمل شر، يحصل لك رزق يحصل لك خسارة، يحصل لك مرض يحصل لك صحة، يحصل لك سفر يحصل لك إقامة، يحصل لك حياة، يحصل لك موت، ما تدري، لا أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى عما يجري عليك في المستقبل. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، عن علم ما في غد عمي، يعني لا أدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يخبر من الكهان أو المنجمين أو العرافين أو السحرة بيجري عليك كذا، لأن يبي يعمل بك كذا، لأن عامل لك كذا، يبي حصل لك ربح في هذه الصفقة، ما حصل لك ربح، هذا لا يدجلون على الناس، هذا من الكذب والتدجيل على الناس وادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو من التخرص، فالواجب تكذيبهم وعدم تصديقهم. ولهذا من أتى عرافا سأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، تدري أنك تموت بالرياض ولا بالقاهرة ولا بأمريكا ولا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو، ما أحد يدري عن هذا، لو كان يدري ما راح، لو كان يدري أنه يموت بالطريق يبي ينزل بسيارته ولا بيسكن ما طلع، لكن ما يدري، بل هو يمشي لمنيته وهو لا يدري، يمشي إلى منيته وهو لا يدري. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه، ردا على اللي قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يقولون اللي ذبحوا في أحد رأوهم قعدوا معنا ما حصل عليهم هالقتل، الله رد عليهم: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الإنسان يخرج لمنيته، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت هارب عن الموت وأنت رايح لأمه، أنت عندك أنك هارب عن الموت وأنت في الحقيقة ذاهب إليه، هذا تقرير الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. العادة إن اللي يفر من شيء يكون وراءه، لكن الموت قدامك، روح ولا لا تروح، الموت قدامك، فإنه ملاقيكم. ما قال يلحقكم، الموت يلحقكم، يقول لا، ملاقيكم أمامه، أنتم ذاهبين إليه وأنتم ما تعلمون هذا، الله هو الذي يعلم وهو الذي ساقكم إليه. هذا مما يدعو الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يحسن العمل ويحسن الختام، ويكون دائما على أهبة الاستعداد للموت، دائما يكون على أهبة الاستعداد للموت، يحسب نفسه مع الأموات. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا تأجل التوبة أو تأجل العمل الصالح إلى المساء أو إلى الصباح، لأنك قد لا تدركه، لكن انتهز الفرصة التي أنت فيها وتعيش فيها، هي التي لك، أما التي بعدها هذه لا يعلمها إلا الله، هل هي لك أو لغيره؟ ولهذا يقول الشاعر: ما مضافات والمؤمل غيب، ما مضافات
والمؤمل غيظ ولك الساعة التي أنت فيها، هذه التي لك فاحفظها وبادرها، ولا تراها تروح تخسرها، فيفوت عليك اللي بيك ولا تدرك المستقبل فتندم أشد الندم، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عليم خبير. هذه مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، ويعلم ما في البر اليابس، المراد بالبر هنا اليابس من الأرض، سواء كان مسكونا أو غير مسكون سمى بر، لأنه في مقابلة البحر، ويعلم ما في البر والبحر، البحر هو الماء المعروف، لأن الأرض تتكون من شيئين، يابس، يابس وبحر يحيط بها، يابس وهو نسبة قليلة، والأكثر مغمور، الأكثر من الأرض مغمور بالبحر، ويعلم ما في البر من حيوانات ونباتات وحشرات ورمال وجبال وأشجار وأحجار، كل ما في البر من مكونات يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البحر ما يشتمل عليه البحر من المخلوقات، ويقال إن المخلوقات في البحر أكثر من المخلوقات في البر من أصناف المخلوقات والحيوانات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وما في البحر أيضا من أموال ومن درر وغير ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالله جل وعلا يعلم ما في البحر من السفن والمراكب ومن ما تحت الماء من المعادن والحيوانات والكائنات البحرية والدر والياقوت كله والبترول الذي عرف الآن، كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما نحن فعلمنا قليل جدا، ما نعلم مما في البر إلا ما يقع تحت أنظارنا فقط، ولا نعلم مما في البحر إلا ما يقع تحت أنظارنا وحسنا، أما الغالب والكثير فإنه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ويعلم ما في البر والبحر. وإذا علمت شيئا من البر لا تعلم شيئا من البحر، وإذا علمت شيء من البحر لا تعلم شيء من البر، الله جل وعلا يعلم هذا كله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ما تسقط من ورقة من الأشجار البرية والبحرية إلا يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم بقاءها وصلاحها ويعلم سقوطها وفسادها، هو بعلمه سبحانه وتعالى، لأنها خلقه، لأنها خلقه تقديره، وهو الذي يسوق إليها الماء ويرتب الماء بعروقها، من الذي يسوق الماء إلى الورقة وجعل فيها هذه العروق الدقيقة التي تغذيها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقها وهو الذي يعلمها، كلها خلقه، ويعلم ما في وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، البذور التي تلقى تقع في ظلمات الأرض يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم مكانها، ويعلم بقاءها، ويعلم فسادها وصلاحها، ويقدر على إنباتها وإخراجها، ولا رطب ولا يابس، هذا تعميم، تعميم بعد تخصيص، ولا رطب ولا يابس من المخلوقات إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، ومع علمه له وإحاطته به في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، فهو يعلمه سبحانه، وأيضا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القدر كما عرفتم أربع مراتب: العلم والكتابة والخلق والمشيئة والإرادة والخلق، هذه مراتب القدر كلها عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، الغيب هو ما استقر الله بعلمه، أو الغيب ما غاب عن الله، أيهما التعبير الصح بالنسبة لما ذكره تعالى حول مفاتيح الغيب؟ الغيب ما غاب عن أنظار الخلق وعلم الخلق، هذا هو الغيب، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هل من كمال التوكل على الله عدم التوكيل على ابن البشر على أموره؟ هل من كمال التوكل على الله عدم توكيل أحد من البشر على أموره؟ أي أنني أفعل الأسباب المادية وأنتظر النتيجة من الله عز وجل بدون توسيط البشر،
توكيل البشر من الأسباب المادية، توكيل البشر من الأسباب المادية. الإنسان قد لا يستطيع مباشرة الأمور كلها، أو يعجز عن مباشرتها، أو لا يليق به أن يباشرها نظراً لعمله أو لجاهه. الناس بحاجة إلى الوكالة، الناس بحاجة إلى الوكالة، وهي سبب من الأسباب. ولا تقدح في العقيدة أبداً، هي سبب من الأسباب النافعة، وهي من التعاون، هي من التعاون على البر والتقوى. فالوكيل يعين الموكل في قضاء حوائجه ويؤجر على ذلك إذا نوى الأجر، وإذا توكل عنه بجعل أو بمال فإنه هذا مما يباح له، يباح له أنه ينوب عنه بأجر، لا مانع من ذلك. الحاصل أن التوكيل هو من الأسباب، ما يقول أعتمد على، ما يقول أتخذ الأسباب المادية ولا أوكل، بل أنا أباشرها. يقول قد تعجز عن مباشرتها كلها، فمن التوسعة على العباد أن الله أباح لهم التوكيل بالتعاون فيما بينهم. نعم. أن يجوز أن نقول توكلت على الله يعني توكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل فهو جائز، تقول وكلتك، وكلت فلان، ولكن ما تقول توكلت على فلان أو توكلت عليك أو على الله ثم عليك، لا، توكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لأن يعني التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل ما يقال من تبخر المياه تفاعل الله مما يجعل من ذلك يكون الوجود صحيح، مع أننا نسمع أنه هناك أناس يقطع فيهم السبل واستغاث الله وأنشأ الله لهم سحابه وأمطر عليه، فما رأيك حضرتكم بذلك؟ المطر يخلقه الله سبحانه وتعالى بما شاء من الأسباب، قد يكون من البخار من البحر، قد يكون أن الله يخلقه في الجو، قد يكون من عناصر تجتمع ويلقح بعضها بعض بأمر الله، فهو راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، كله خلقه، كله تقديره، البحر ملكه، وكل والبخار ملكه سبحانه وتعالى، كل شيء بتدبيره، لا مانع من هذا وهذا. نعم، لا مانع من هذا وهذا. وقد يحدث الله المطر فجأة، قد يحدث الله المطر فجأة بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء، فقد يكون بأسباب تظهر لنا، وقد يكون بأسباب خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أننا نكل هذا إلى الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ، من المسلم به أن الله عز وجل قد تكفل بأرزاق العباد، فهل هذا الرزق الذي تكفل الله به مشروطا بالأسباب ولا يكون الرزق إلا بهما؟ نعم، لا يكون هناك رزق إلا بأسباب، فلو جلست وعطلت الأسباب ما حصل لك رزق، ما يحصل شيء إلا بأسباب. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن العباد يعملون ويشتغلون، ما يقعدون عاجزة ما يصلحون شيء. دخول الجنة لا يحصل إلا بأسباب العمل الصالح، ولو أن الإنسان ما عمل وقال إن كان الله كاتبا من أهل الجنة فأنا بدخل الجنة، نقول لا، أنت غلطان، ما تدخل الجنة إلا بفعل الأسباب العمل الصالح والإخلاص لله عز وجل، ما تدخل الجنة بدون سبب. الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم. فضيلة الشيخ، إخبار الناس بنزول المطر، هل هذا من الأخبار الغيب؟ هذا توقع، ما هو أخبار، لا هو أخبار. الذي يجزم ويقول ينزل المطر غدا هذا يعتبر كافر، لأنه ادعى علم الغيب. لكن اللي يقول يتوقع أنه يحصل مطر لأن العلامات تدل على هذا، من باب التوقع، قد يحصل وقد لا، قد لا يحصل، هذا من باب التوقع. ولكن ترك الناس وترك الإخبار بهذا أحسن، يعني يحدث عند الناس شيء من الإشكال أو الشك، فترك الأمور هذه أحسن وأسلم لعقائد الناس. لكن هو من باب التوقع، وأنا ما أظنهم يجزمون، ما هم يجزمون أصحاب النشرة الجوية، يقولون بإذن الله يتوقع حصول كذا وكذا، يمكن حصول كذا وكذا، ما يقولون سينزل المطر أو سيحصل المطر، ما يقولون هذا، ولا يقول هذا مسلم. نعم. فضيلة الشيخ، ما يتعلق بالساعة، أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وفاته لا يحدث أن سنة 2000 سنة حتى تقوم الساعة، هل هذا صحيح؟ ليس هذا بصحيح، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة، لا بعد 2000 ولا بعد 10,000 ولا، لا يعلم
قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض العلوم الطبيعية التقليدية مثل البيولوجيا مثلا، فهنا في هذه المادة معلومات تقول بأن الأرض قد خلقت منذ 4600 سنة و 600 مليون سنة، فهل يصدق ذلك علم بأن قد قيست بالساعة النووية الطبيعية التي وجدت في الطبيعة؟ فما تلك المعلومات؟ هذا من التخرص، هذا من التخرص الذي لا صحة له، ولا يعلم متى خلقت الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم هذا، والله لم يخبرنا بذلك. وأمور الغيب لا يعتمد فيها، والغيب الماضي من الغيب، الماضي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يخبر عن الماضي إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز أن يخبر عن المستقبل إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الصخرة ذي لها 10,000 سنة، أو هذا له كذا، أو هالكتابة ذي لها 2000 سنة، هذا كله من التخرص الذي لا دليل عليه مهما قالوا، هو تخرص، ما الذي يدريهم عن هذا؟ نعم. قضية الشيخ، قلتم إن تفسير مفاتيح الغيب فذاك الغيب، والغيب هو كل ما راض عن الناس، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بآية أخرى تدل على أن تفسير الغيب 5 أمور فقط، وقد قلت إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية فلا يدخل بتفسير آخر. نعم، خزائن مفاتيح الغيب هي خزائن الغيب، وخزائن الغيب لا يعلمها إلا الله، يعني خزائن بمعنى مخزونة، مخزونة مخفية، مخزونة مخفية لا يعلمها إلا الله. لا تفهم أن الخزائن أصفاف ولا دكاكين مجموع بها الغيب، هذا تصورك، لكن نقول خزائن الغيب بمعنى أنها مخزونة عن الناس، مخفية عنهم. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم في شرحكم اليوم أن من يشعر علم الغيب أنه مشرك وأنه أحد الطواغيت الخمسة. نعم. فرجاء توضيح هذه الطواغيت الخمسة. الطواغيت الخمسة، إبليس لعنه الله، هذا رأس الطواغيت، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذه الطواغيت الخمسة. نعم. رؤوس الطواغيت، الطواغيت كما يقول ابن القيم كثيرون، طواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ثم ذكرهم: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم غير ما أنزل الله، هذه رؤوس الطواغيت. نعم.